السلام عليكم، مرحبا بكم معي في القناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة. واليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على طاكوس اللي كيجي من اروع ما يكون. كلشي المكونات من الدار، يعني حتى العجينة هي. غادي نبدا معكم بسم الله على بركة الله. انا عندي جوج كيسان ديال الطحين، وانتم كديروا القياس اللي بغيتوا، وعندي الملح حسب الذوق. وغادي ندير واحد جوج معالق ديال الزيت البلدية، ونص نص باكية ديال الخميرة الحلويات، يعني 4 غرام. بسم الله انا غادي نبدا نعجن، والماء الدافئ اللي غادي نعجن به. انا غادي ندير هنا جوج كؤوس. انا عطيتكم غير الفكرة، وانتم كديروا القياس اللي بغيتو، وشي حاجة اللي كنخدموها في دارنا احسن ما كناخدوها من المحلات. بسم الله انا غادي ندير هنا شويه ديال الخميره، حسب 4 غرام، نص الباكيه ديال هاد الخميره الحلويات. وغادي ندير حسب جوج معلقات ديال الزيت البلديه او زيت الزيتون. صافي، وكنبدا نعجن. انا عجنته هنا وجدته تحدف ليا فاش كنت كنخوي الماء، يعني كتخليوها شويه قاصحه هكا، وكتعطيوها تدلكوها واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق. كندلكوها بالكف ديالنا، صافي كنستمر على الدلك ديالها بحال هكا باش كتطلق وكتعطينا الطوع، باش ملي كنخدموها ما كتكونش قاصحه. كنديروا بحال العجينه ديال المسمن. هنا قرصتها، وغادي نبدا كندير كويرات. وهاد الكويرات كندير الكره الاولى بعد ما كنبدا نقرصها، راه كنلاقي كره مع كره. صافي كنستمر عليها بحال هكا حتى كنديرها قريصات صغار. صافي حنا هنا بعد ما قرصنا، غادي جبت واحد الطبسيل وكنحط كندردرو بالطحين، كنحطهم يرتاحوا واحد 5 دقائق. وغادي نبداو نخدموهم لانهم مطلوقين. الا كانوا مدلوكين راه دغيا كيعطيو الطوع. بسم الله انا غادي نجبد هنا، غادي نبدا نسرح. بعد ما حطيت قريصه فوق قريصه وقرصتهم، كندهن بحال هكا كندهنو بالطحين دلاك. صافي كنستمر عليها بحال هكا، كنرققها مزيان. قد ما كترقوه قد ما كيعطي النتيجه مزيانه، وكيطيب معنا دغيا. ثم شفتوا معايا كيفاش كنديرهم بجوج. كنستعنوا بالطحين او مايزينا. ايه دابا طلقات.
قد ما رققناها قد ما كتجي مزيانه كتنجح معانا. وكنديروا شي حاجه لولادنا اللي منزليه، يعني كنعرفوا راسنا راه عاجنين ونقي ومرتاحين، واخا ياكلوه مرتاحين. صافي غادي ندهنها بالدقيق دابا وغادي نطويها. صافي كنحطها على جنب، كنطويها هكا متلتة وكنحطها على جنب. دابا غادي نديرو المقلة تسخن وغادي نبداو نسرحو. كنجبدو اللولانية اللي حطينا وكنعاودو نسرحوها. صافي وكنرميوها في المقلة، كنخليوه بحال هكا كطيب، غير نص طيبه ما كطيبش مزيان لان باقي تابعه طيب. صافي كنطيبوها. من بعد غادي نكونوا مصوبين الطاطا ديالنا، غادي نديروها تقلى. سخنا الزيت، كنقليو البطاطا كيفما كنقليوها، راه نتوما كلشي عارفين نقلي البطاطا. غادي نجيب صدر ديال الدجاج، غادي ندير شويه الزيت البلديه، انا كندير حساب جوج معالق او ثلاثه ديال المعالق، واحد 250 غرام ديال الدجاج. كندير بصله مشلضه، كندير شويه ديال الثومه بودره، شويه الخرقوم كركم. هذا الكركم علاش انا درتو؟ لانه هو صحي وكينسمو بواحد الطريقه رائعه. كندير شويه البزار، راس معلقه، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخردل او الموطار، بعد ما غادي يبدا يتقلى غادي نديرو شويه ديال الملحه. حسب الذوق. صافي وكنخليوه يتشحر والبطاطا ديالنا كطيب. هاد الخرقوم عرق اللي ما بغاش يديرو ما يديروش، ولكن هو راه كينسمو بواحد الطريقه رائعه. بسم الله. انا غادي نبدا نعمر الطاكوس ديالنا. كنجيب هنايا مايونيز، كندير واحد شويه حسب نص معلقه، وكنجيب صلصه الطماطم او الكاتشاب. صافي كنجيب ستر ديال الدجاج بعد ما تشحر وطاب ودابت هذيك البصيله، كنحط عليها شويه ديال البطاطا، وكنجيب الجبن. انا عندي هذا المربع، نتوما كديروا اللي تي يكون عندكم موجود. بحال هكا غادي نلفو وغادي نحطو في البانيني مباشره باش كتضغط عليه. غادي نزيد الثاني معكم حتى تشوفوا. كندير الصدر ديال الدجاج، غادي نجيب البطاطا فريت، كندير الفرماج، الا مزقاش لكم بحال هكا كتشدوه بواحد الكيادو او وكتسبقاو ضاغطين عليه غير هكا بيديكم وكتحطوه. صافي ها هو بدا كيطيب، غادي نقلبوه دابا. بعد ما كملنا الطاكوس ديالنا، نتوما كيفاش كيجي،
ولي عجبكم ما تنسوا تشتركوا في القناة وديروا لايك باش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.